الدخول المدرسي كان جيد، كان على احسن ما يرى، تلاميذ فرحانين، ديناهم شافوا الاقسام ديالهم، كل شيء عجبهم، وكنتمناو باش يكونوا المؤسسات في بلايص اخرين بحال هذا الشكل، لانهم مؤسسه فيها جميع الامكانيات وفيها جميع ديال الحوايج اللي هما كيحفزوا الطلبه باش يقراوا. بالنسبه للقاح، كنتمنى باش الدراري كلهم يتوجهوا للمؤسسات اللي هما متخصصين في التلقيح باش يتلقحوا ولادهم. ماذا بينا باش نشكلوا واحد المناعه جماعيه باش الدراري يدخلوا ويقراوا ويكونوا مرتاحين في الاقسام ديالهم. اللقاح هو شي حاجه مزيانه، كل شيء كما تلقحنا حنا خص وليداتنا حتى هما يتلقحوا، ومزيان هذا الشيء راه في صالح ديال الوليدات ديالنا. الحاجه الوزاره ما جابت هذا اللقاح الا وهو في صالح ديال وليداتنا، وكنتمنوا الاباء واولياء التلاميذ باش يتجهوا للقاح باش يتلقحوا وليداتهم باش يكون موسم دراسي ناجح 100%. وحنا ان شاء الله راه كنتمنوا لهم كلشي، كل التوفيق ان شاء الله، حيت شفتوا دابا العام اللي فات واللي قبل منه كانت كلشي عن بعد، يعني دابا هذا العام ان شاء الله كلشي يكون حضوري ان شاء الله. وكنتمنوا التوفيق لهاد المدرسه هذه والشباب والدراري الصغار ولا كلشي ان شاء الله. وكنشكروا جميع المؤطرين ديال هذه المدرسه والسيد المدير الحسين امهال. والحمد لله احنا فرحانين بهذا الدخول المدرسي، والحمد لله قمنا بواحد التداريب مع التلاميذ والانشطه ان شاء الله اللي يكون اليوم ان شاء الله في المؤسسه. وبالنسبه للموسيقى، بالنسبه للطفل يعني التربيه الموسيقيه راه مزيانه في المؤسسه، وكالتربيه الموسيقيه يعني التلميذ كيكون فرحان ملي كيكون كتكون الموسيقى الانشطه ديالها. وكاين الحمد لله كاين خصوصا في الاناشيد التربوي في بزاف الحوايج. اولهما هو الافتتاح الرسمي لهذه المؤسسه المتقدمه في جميع المناحي، متقدمه ومتطوره في طاقمها الاداري وفي طاقمها التربوي وفي تجهيزاتها ووسائلها التعليميه، ومتميزه ايضا في البرامج والمناهج التي خططتها ووضعتها لكي تنفذها خلال هذا الموسم الدراسي. الحدث البارز الأول هو هذا الافتتاح الرسمي لهذه المؤسسة بهذه الأرض السعيدة، أول افتتاح لهذه المؤسسة التي قلت إنها من النوع الراقي والجيد بتراب جماعة سيدي بيبي بالنطاق الترابي للمديرية الإقليمية لشتوكا إتبها، عمالة شتوكا إتبها. الحدث المميز الثاني هو الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي 2021-2022، والذي استدعينا فيه كل آباء وأمهات التلاميذ المسجلين بالمؤسسة لإطلاعهم على تصوراتنا ورؤانا حول هذا الموسم، ولتقديم الأساتذة في حفل خاص، ولتقديم استعمالات الزمن والإجابة على مختلف الأسئلة التي يمكن أن يطرحها أولئك الآباء. مؤسستنا خلال هذه السنوات الثلاث السابقة وضعت مخططا دقيقا وعميقا، أيضا مخططا تربويا ومخططا تعليميا، طبعا بالانسجام التام مع ما خططته ووضعته وزارة التربية الوطنية في مناهجها، وفي تطبيق تام للمناهج الرسمية المقررة رغم أن هناك مواد تكميلية. حفلنا اليوم والذي استدعينا إليه أيضا بعض فعاليات المنطقة من رجال التربية والتعليم ومديري وأساتذة المؤسسات المجاورة، وكذلك بعض الفاعلين، وكذلك الطاقم الصحفي القريب من المؤسسة. هذا الحفل قلت إنه تم باحترام تام للقواعد الاحترازية، بحيث تم توزيع المواد المعقمة والمطهرة في كل مرافق المؤسسة، وكذلك تم احترام التباعد وارتداء الكمامات بالنسبة للجميع.
ما يهمنا اليوم هو أن نوصل رسالة المؤسسة، أن نوصل رسالة المؤسسة التربوية إلى كافة الساكنة أو ساكنة المنطقة، لكي نبين ونوضح أن الأمل كبير رغم أنه معقود فقط على المدرسة، إلا أنه أمل كبير في أن نحقق أهداف ونحقق نتائج جد جيدة إن شاء الله في نهاية الموسم الدراسي. لا نطمح فقط إلى التميز في النتائج، ولكن نطمح أيضا إلى جودة الكفايات في التعليم الأولي وجودة الكفايات في التعليم الابتدائي، دون أن ننسى أن المؤسسة مقبلة إن شاء الله على افتتاح السلك الإعدادي والسلك الثانوي التأهيلي، ولما لا إن شاء الله الأقسام التحضيرية للمدارس العليا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.